السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وسهرة خاصة جدا مع أحدث صفقات النادي الأهلي المنضم حديثا من نادي مولودية الجزائر، وهو أحد العناصر المهمة جدا في نص الملعب، لاعب صاحب 21 عام تميز بصفات بدنية وفنية على أعلى مستوى. خلوني أرحب في البداية بنجم النادي الأهلي الحالي واللاعب المالي الجنسية أليو ديانج. أليو، أرحب بيك في البداية ومنور قناة الأهلي. مرسي بوكو. طبعا قبل ما نكمل حوارنا مع الضيف ونتكلم معاه في شوية كواليس خاصة بانتقاله في النادي الأهلي، تعالوا نروح ونشوف تقرير عن أليو ديانج ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، ونبدا حوارنا مع ضيفنا اللي موجود معانا واحد الصفقات الهامه جدا والحديثه اليو ديانج. اليو، في البدايه عايز اعرف كواليس انتقالك للنادي الاهلي، وازاي كانت المفاوضات، وهل المفاوضات اخذت وقت علشان يتم اتفاق بينك وبين النادي الاهلي؟ Oui, bien sûr, les négociations ont pris bien longtemps. Donc avec طبعا الكواليس اخذت وقت طويل، وكان في وقت طويل اخذناه في المفاوضات، ولكن في الاخر ادت طبعا لانتقالي للنادي الاهلي. اليو، اكيد عايز اعرف منك ايضا الكواليس في اهتمام النادي الاهلي بيك. اكيد النادي الاهلي لما بيتابع لاعب بيكون بيتابعه على اسس فنيه وعلى اسس احترافيه، بيتم اختيار عليها معايير اللاعب علشان يكون موجود في النادي الاهلي. لكن في البداية لما أنت استقبلت خبر اهتمام النادي الأهلي بيك، عايز أعرف انطباعك، وهل كنت مبسوط أن النادي الأهلي النادي الأعظم والأكبر في مصر وفي أفريقيا مهتم بيك وعايز يتعاقد معاك؟ Oui, je disais donc même si mon objectif principal c'était بالرغم من كان أمنيتي الذهاب إلى اللعب في أوروبا، ولكن طبعا لعبي في النادي الاهلي كانت فرصه ما بتجيش لاي حد، ما بتجيش لاي لاعب افريقي، وبالتالي لازم استغل الفرصه الكبيره دي واني ادي مجهودي 100% لاثبت ان انا لا استحق اللعب في النادي الاهلي. علي، واكيد النادي الاهلي ليه سمعه كبيره في مصر وفي افريقيا، واكيد قبل انضمامك للنادي الاهلي اكيد عارف حجم وقيمه النادي الاهلي، لكن بالنسبه لديانج، هل عنده معلومات عن النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، وهل هو اسم النادي الاهلي في افريقيا خلى ديانج لا يتردد في التوقيع للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت ان هو يكون موجود في مصر ويحقق بطولات مع النادي الاهلي المصري؟ بيان سور، بالطبع انا اعرف مسيره النادي الاهلي في افريقيا، وباني انا اعرفها كويس، يعني من الصعب او من المستحيل اني ارفض فرصه كبيره بالشكل ده. عندك 21 سنه، لاعب صغير في السن، هل انت شايف انك محظوظ انك تبدا مسيرتك الكرويه بسرعه جدا، تخرج من مالي تروح الجزائر تلعب في الجزائر موسم، بعد كده تنتقل للنادي الاهلي، فهل انت شايف انك محظوظ انك هتبدا مع عملاق الكره الافريقيه في سن انت صغير فيه، فتقدر تحقق بطولات وانجازات انت نفسك تحققها، سواء بطوله دوري او سواء دوري ابطال افريقيا او سواء انك تلعب في كاس العالم؟ وكمان اكيد انت عارف ان النادي الاهلي بشكل كبير هيساعدك انك تلعب مع المنتخبين، سواء المنتخب الاولمبي المالي او المنتخب الاول لمالي. بالطبع لعبي في النادي الاهلي هي فرصه لابد ان اغتنمها، اني طبعا اظهر بصوره كويسه. انا لعبت للفريق الاولمبي، وانا شايف ان طبعا لعبي في النادي الاهلي يعني ممكن الفريق القومي يكون لي نظره ليا ويكونوا يثقوا فيا ان انا اكون لاعب كمان للمنتخب القومي. رد فعل يعني اصدقائك وقرايبك واهلك في مالي لما عرفوا خبر مفاوضات النادي الاهلي معاك، ورد فعلهم لما وقعت على عقد انتقالك، هل كانوا مبسوطين وكانوا مرحبين وشايفينها خطوه ايجابيه لأليو ديانج في مسيرته الكرويه، وان هو اتنقل نقله كرويه مختلفه تماما، وان هو بيلعب في احد اكبر الانديه في مصر وافريقيا والعالم؟ طبعا عائلتي تشعر بالفخر انني انتقلت للنادي الاهلي، يعني قابلت دعم كبير منهم وكانوا سعداء جدا
بانتقالي للنادي الأهلي، بالرغم أن أنا كنت دائما أتحدث عن الاحتراف الخارجي، ولكن هم قالوا لي أن طبعا بانتقال للنادي الأهلي هي فرصة كبيرة للعب لأكبر أندية أفريقيا. برضو أصدقائي يعني كانوا سعداء أكثر وقالوا لي أن أنت هتلعب للنادي الأهلي النادي الأعظم في أفريقيا، دي حاجة كبيرة قوي لي. عليه يمكن لعبت في دولتين فيهم اختلاف في الكورة من ناحية العنصر الفني والعنصر البدني، لعبت في بلدك مالي وبعد كده انتقلت للدوري الجزائري وهتلعب في الدوري المصري، هل انت شايف ان في اختلاف ما بين الثلاث دوريات او على الاقل ما بين الدوري الجزائري العربي الشقيق والدوري المصري؟ هتكلم في الفنيات وعايز اتكلم معاك في العنصر البدني، هل انت شايف ان لعبك للدوري الجزائري هيسهل عليك شوية لعبك في الدوري المصري وهتلاقي نفسك منسجم مع الفريق ومنسجم مع طريقة اللعب ومنسجم في الدوري بشكل عام؟ Oui, bien sûr. طبعا شعوري لا يوصف بتواجدي هنا في مصر، انا يعني هشعر بالراحه والسعاده، ما اقدرش اقول اي حاجه وحشه على مصر، انا اللي اقدر اقوله ان انا سعيد جدا جدا بالجهاز الفني بالجمهور بالناس في الشارع، مبسوط بالاجواء في مصر واتمنى واقول لهم شكرا شكرا جزيلا على هذا الترحاب. انا عايز اسالك تاني عن الدوري الجزائري والدوري المصري، هل انت شايف في ما بينهم اي اختلاف او في ما بينهم تشابه؟ قبل اكيد ما تكون موجود في النادي الاهلي اكيد شفت الدوري المصري وتابعته وسالت عنه واكيد انت اتفرجت عليه، هل الدوري الجزائري هيساعد اليو ديانج ان هو يكون موجود في الدوري المصري وينسجم مع الفريق ويكون عنده عدم وجود رهبة عدم وجود انطباع مختلف عن وجوده في الجزائر ومصر في الكرة القدم، هل هم متشابهين ولا انت شايف ان دي كرة وثقافة وان هنا في مصر عندنا كرة وثقافة مختلفة؟ Oui, bien sûr. طبعا في اختلاف واضح على الصعيد التكتيكي بين الدوري الجزائري والدوري المصري، ولكن من وجهة نظري ان الدوري المصري هو على المقدمة. اليو اكيد ممكن يكون في حصل بعض التواصل او حصل بعض الاخذ بالرأي مع سليف كوليبالي نجم النادي الاهلي السابق اللي من دولة مالي، واكيد عن كمان مستر باتريس كارتيروم المدير الفني السابق لنادي الاهلي والمدير الفني السابق لمنتخب مالي، هل ديانج اخذ راي حد منهم على قبل ما يمضي في النادي الاهلي على اساس انهم كانوا موجودين عاشوا في مصر ولعبوا مع النادي الاهلي، فانت تكون مطمن من خلال لعيبه ومدربين كانوا موجودين قبليك فتشوف رايهم ايه في خبر انتقالك للنادي الاهلي؟ وي quand j'ai vu que les transferts ça avance اكيد اول ما لقيت المفاوضات خلاص على مقربه انها تتم مع النادي الاهلي تواصلت مع سليف كوليبالي هو اخ كبير ليا ونصحني بالتواجد في النادي الاهلي وقال لي ده الفريق الاكبر في افريقيا وطبعا هو الاختيار ليك في الاخر ولكن انا بنصحك وبقول لك ان ده الفريق الاكبر في افريقيا فلو بتلعب فيه هيكون فرصه انها تحسن من مستواك ومن مكانك بعد كده. استقبالك في النادي الاهلي ووصولك للنادي الاهلي عايز اعرف احساسك في اول يوم كنت موجود فيه في القاهره، اول يوم دخلت في النادي الاهلي واكيد تم استقبالك بشكل يليق باليو ديانج لاعب كبير لاعب هيكون ليه مستقبل مع النادي الاهلي، لكن عايز اعرف شعورك الشخصي في يعني رؤيتك لجمهور النادي الاهلي في استقبالك وايضا الاداره وتقديمك في مؤتمر صحفي، شعورك كان عامل ازاي؟ كنت يعني اشعر بالفخر عندما وصلت للنادي الاهلي، الاستقبال كان رائع، حفاوه الجمهور، انا سعيد بجد بتواجدي في النادي الاهلي في التمرين مع الجمهور في كل مكان واتمنى ان اكون اضافه قويه للنادي الاهلي. اليو يمكن انت شفت استقبال جمهور النادي الاهلي ليك والاداره وازاي تم تقديمك في مؤتمر صحفي وانت لسه ما لعبتش ولا مباراه، فما بالك بقى لما تلعب اول مباراه وتبقى نجم كبير في النادي الاهلي ويكون احد العناصر المهمه، هل متخيل جمهور النادي الاهلي هيعمل معاك ايه او ازاي هيرحب بيك اكتر وازاي هيحبوك؟ وجمهور الاهلي لما بيحب لعيب بيرفعه لاعلى مكان موجود عنده.
Ouais, bon, avec les fans de la Ligue, donc je sais quand même, donc ils n'ont pas. انطباعي عن جمهور النادي الأهلي إن هو جمهور محب لناديه لأعلى درجة، محب للإنجازات، وبالتالي اللي لازم أعمله إن أبذل أقصى جهد إني طبعا أكون على قد المسؤولية، وأكون طبعا يعني أحقق الرضا للجمهور والرغبة دايما في الجمهور إن يجي يشجع كل يوم النادي. عليو، يعني وصولك للقاهرة وانتقالك من الجزائر، اكيد انت بتتكلم لغه فرنساوي والجزائر بتتكلم فرنساوي، فما كانش عندك مشكله في الاندماج او ما كانش عندك مشكله في التعامل، لكن وصولك الى القاهره لغه مختلفه، بلد مختلفه، لكن شعب مصر شعب طيب، شعب ترحاب، بيرحب بكل الجنسيات اللي موجوده وبكل اللغات. هل اليو ديانج اندمج منذ وصوله للقاهره مع البلد ومع الشعب ومع العادات والتقاليد والطرق في التعامل، ولا لسه ما اندمجش ومحتاج وقت علشان خاطر يعرف يكون ما بينه وما بين مصر وشعبها كيمياء؟ انا ما عنديش مشكله خالص في الاندماج في مصر. انا بتكلم يعني انا بفهم اللغه الانجليزيه، ما بقدرش اعبر بس بفهم كويس، ولكن ما عنديش مشكله خالص في التعامل او في التواصل في مصر. انا سعيد وحاسس ان انا هقدر اتاقلم على الوضع بسهوله. انا عايز اقول لك يا اليو ان في لعيب اسمه سعد سمير، انت ممكن ما تكونش سمعت عنه، بس انا متاكد ان انت في خلال شهر هيعلمك عربي، هيعلمك عربي. ده علم كل اللعيبه الافارقه اللي جم من كل حته في العالم اللغه العربيه. دلوقتي خلاص اجاي بيتكلم عربي، جيرالدو في طريق ان هو يتكلم عربي، وليد ازارو بيتكلم عربي كويس جدا، علي معلول بيتكلم عربي كويس جدا. فعايز اقول لك انا بنصحك بسعد سمير، هتقعد معاه شهر واحد هتتكلم لغه عربيه احسن مني ومن اي حد في مصر. داكار يا اوكان سوسي ميم لو جور اون سي كروزي. انا مفيش اي مشكله، انا طبعا قابلت اللاعبين وقابلت سعد سمير وهم وكلمني وقالوا لي لو محتاج اي حاجه انا موجود ومفيش اي مشكله، وانت في عيلتك، انت في وسط عيلتك، فكده اكيد مش في اي مشكله. عايز اقول لك يا اليو ان كان في لعيب اسمه ايفونا، مالك ايفونا، كان موجود، كان مهاجم قوي جدا، كان مهاجم اكيد من اهم المهاجمين اللي جم في النادي الاهلي، لكن اتفاجئنا كلنا ان ايفونا بيغني عربي وبيغني اغاني احنا اول مره نسمع عنها. فاوعى تعمل كده مع سعد سمير، اوعى، هتتصور وهتنزل على السوشيال ميديا وهتبقى موجود على الفيسبوك. فيعني سعد سمير خليك وراه في العربي، لكن مش في اي حاجه ثانيه، علشان ما تغنيش زي ايفونا. انا الاسد اهو. داكور، اون فيرا، اون فيرا. طبعا اليو، يمكن عايز اسالك، انا عارف انك مش بقالك فتره موجود في مصر، لكن وصلت مصر من ايام قليله ومن اسابيع قليله، لكن هل في الاسابيع القليله دي ممكن يكون اليو ديانج قرب من لعيب، او في صداقه جمعته ما بين لاعب ولاعب معين، بقى يكلمه يقعد معاه في غرفة خلع الملابس، في التدريبات حريص ان هو يكون موجود معاه، ولا لسه اليو ديانج مفيش صداقة جمعته بينه وما بين لعيبة النادي الاهلي؟ نو باس انكور، جي مانترين سول دابور، دونك في كو لي شامبيونات. هو انا لسه ما قابلتش اللاعبين لان انا كنت بتمرن لوحدي، لان طبعا بطوله الدوري كانت شغاله وانا ما كنتش بتمرن. انا قابلت بس اللاعبين المصابين واللي هم قابلوني بشكل رائع وبحفاوه كبيره، فطبعا لسه ما فيش علاقه او لعيب مقرب مني دلوقتي. هل لو سالتك عن الجهاز الفني، هل حصل ما بينك وبين الجهاز الفني كلام؟ علاقتك بمستر مارتن نصاتي والجهاز الفني والاداري، كابتن سيد عبد الحفيظ، كل الكابتن محمد يوسف، الكابتن سامي قمصان، هل حصل ما بينك وما بينهم كلام، او قعدتم مع بعض في اكتر من موقف، ولا بسبب انشغال نادي الاهلي ببطوله الدوري كان العلاقه او كان الكلام ما بين الجهاز الفني والاداري واليو ديانج كان كلام قليل؟ Oui, bien sûr, j'ai parlé déjà avec Captain Saïd, si je ne me trompe pas. Donc, c'est lui qui m'a expliqué la situation. طبعا حصل كلام بيني وبين كابتن سيد عبد الحفيظ، هو اللي كلمني عن الوضع في النادي الاهلي، وطبعا قال لي ان هو مرحب بيا جدا في النادي، ومع نهايه اخر مباراتين للنادي الاهلي في بطوله الدوري هكون هنضم للفريق ومش هيبقى في اي مشكله. يعني يانج، كل ما الواحد بيرتقي للعب في نادي
اكبر اكيد المنافسه بتكون صعبه جدا في مركزه، في اي مكان بيكون موجود فيه في الملعب بيكون المنافسه صعبه، وضعك في الجزائر مختلف، وضعك في مالي مختلف، لكن وضعك في النادي الاهلي في كل مركز لازم يكون فيه افضل لعيبه موجوده. عايز اعرف يعني او انت شايف انطباعك او وجهه نظرك في المنافسه على مركزك في النادي الاهلي هيكون عامل ازاي، وهل انت عامل حساب ان اللعب في النادي الاهلي مش هيكون سهل ومحتاج شغل كتير جوه الملعب؟ اه جو دابور جو دابور دان لي بلو كران كلوب ان افريك. طبعا انا لعبت في مالي في الفريق اللي خرجت منه وكان في منافسه، بعد كده انتقلت الى نادي مولوديه في الجزائر وهو احد اكبر الانديه الجزائريه وكان في منافسه، فبالطبع انا متوقع ان يكون في منافسه لما هلعب دلوقتي في اكبر نادي في افريقيا، فاكيد هيبقى في منافسه اكبر، منافسه محتاجه ان الواحد يحارب عشانها. انا جاهز جدا ان انا احارب في الملعب عشان اخد مكان والعب في مركزي. لسه مكملين مع حضراتكم في سهره مع اليو ديانج احدث صفقات النادي الاهلي، خليكم معانا، هنروح لفاصل وبعديها نرجع نكمل مع نجمنا. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين سهرتنا مع نجم النادي الاهلي والمنضم حديثا احدث الصفقات اليو ديانج. اليو، كنت موجود في مصر قبل تتويج النادي الاهلي بلقب الدوري العام، شفت لقاءين، شفت لقاء المقاولين ولقاء الزمالك، عايز اعرف رايك الفني في اداء النادي الاهلي وشايف تتويج النادي الاهلي والانطباع والشعور لجمهور الاهلي في مصر عامل ازاي، وانت شخصا او شخصيا شفت ازاي فوز النادي الاهلي بالدوري؟ طبعا لقاءين انتهوا بفوزين للنادي الاهلي، فطبعا كنت سعيد جدا خصوصا بالمباراه الاخيره امام نادي الزمالك الكلاسيكو، وطبعا كان كل الناس سعداء وانا كمان كنت سعيد جدا. يانج، طموحاتك مع النادي الاهلي، اكيد كل لاعب بيكون موجود في فريق بيكون عنده طموحات، لكن وجودك في النادي الاكبر في مصر وفي افريقيا اكيد عندك طموحات كثيره جدا، ووجودك في النادي الاهلي بيفتح لك العديد من الالقاب الشخصيه والالقاب الجماعيه زي بطوله الدوري، بطوله دوري ابطال افريقيا، لعب في كاس العالم للانديه، واللعب مع منتخبات مالي الاولمبي والاول. اكيد طموحاتك مفيش حدود عند اليو ديانج علشان يحقق طموحاته مع النادي الاهلي، وانه عارف ان الفتره اللي جايه محتاجه شغل كتير علشان يحقق الطموحات اللي هو عايزها. طبعا انا اتمنى ان اكون لاعب مش بس لاعب في النادي الاهلي، لاعب يكون مؤثر في النادي الاهلي، فمبدئيا اللي انا اتمناه الفوز ببطوله افريقيا، وانا عارف ان ده طبعا طموح ورغبه قويه للجمهور وللنادي انه يحققها في الفتره دي، وانا شخصيا هبذل قصارى جهدي اني احقق ده للفريق، وطبعا بطوله الدوري المصري والكاس كمان. اليو، عجبني في كلامك انك كل حاجه بتقولها او بتكون عايز تحققها بتقول بعديها ان شاء الله، فان شاء الله تحقق كل اللي انت نفسك فيه مع النادي الاهلي او مع منتخب مالي، ودي حاجه يعني طيبه وشعور جيد ان احنا بيكون عندنا ثقه وايمان بالصفقات اللي النادي الاهلي بيتعاقد معاها، واحنا كلنا واثقين ان انت في اول يوم كنت موجود فيه وكنت قدام دولاب البطولات، بطولة الدوري، بطولة افريقيا، اعتقد ده زود الحافز عند ديانج. بيان سور، كان تو فوا
طبعا شعور لا يوصف انك تواجد في النادي الاهلي ورؤيه الاسماء الكبيره والالقاب العديده اللي شفتها في اول يوم حاجه حمستني جدا لبذل اكثر جهد ممكن واني طبعا اكون لي مكان في النادي الاهلي كبير واساهم في القاب في الخمس سنين القادمين. علي اختيارك لفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا وانا بسالك عن البطولات والطموحات قلت لي انا عايز افوز مع النادي الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا، هل انت شايف بطوله افريقيا مع النادي الاهلي ليها طعم مختلف وليها مذاق مختلف عن اي بطوله اخرى وممكن تكون دي الحلم اللي ديانج بيفكر فيه منذ بدايته في عالم كره القدم انه يفوز بلقب اغلى بطوله في افريقيا على صعيد الانديه ومن خلال البطوله يكون موجود في اغلى واقوى بطوله بيشارك فيها الانديه وهي كاس العالم للانديه. بالطبع ده حلم لاي لاعب افريقي انه يفوز ببطوله افريقيا، حلم لاي حد وانه طبعا كده هيدون اسمه في تاريخ افريقيا. ديانج هل بتتابع الكره المصريه بشكل عام او عندك بعض المعلومات عن الكره المصريه من خلال المنتخب من خلال النادي الاهلي من خلال بطولة الدوري بشكل عام من خلال بطولة أفريقيا والأندية المشاركة المصرية في البطولات الأفريقية المختلفة؟ طبعا أنا ما عنديش معلومات كبيرة عن الدوري المصري ولكن أنا بتفرج على المباريات ومشاهدة المباريات خلتني أكون صورة عن الدوري المصري حتى من أول لقاء شاهدته للنادي الأهلي كان بيلعب فريق أنا مش متذكر اسمه بالضبط عشان أنا أعرف الزمالك والإسماعيلي بقية الأندية مش متذكر اسمها ولكن لخصت لي بالنسبة لي الفكرة والصورة عن الدوري المصري سواء الجانب البدني أو الجانب الفني في الدوري. هل أليو ديانج عنده لاعب مصري يفتكره دلوقتي او قبل كده شايفه من افضل اللعيبه اللي اتفرج عليها سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي او في الدوري المصري بشكل عام؟ بتكلم على في كل مراحلك العمريه مش بتكلم في التوقيت الحالي، مين في دماغك ممكن يكون افضل لاعب مصري انت شفته او حبيته او شايف ان هو لاعب مميز بالنسبه لك؟ quand je vois les matchs et quand je vois la prestation de انا اللاعب اللي يعني فاجئني هو حارس المرمى محمد الشناوي اللي يعني بيتصدى لجميع الكرات، لاعب يستحق تحيه كبيره وعشان كده هو اللاعب اللي انا يعني اعتقد ان هو الافضل. فاكر ماتش ما بينك وما بين منتخب مصر الاولمبي في تصفيات الاولمبياد 2016؟ هل فاكر المباراه وهل تتذكر بعض الكواليس اللي كانت موجودة فيها وهل كنت متوقع أنك في يوم من الأيام تكون موجود في مصر وتلعب في الدوري المصري؟ طبعا أتذكر طبعا ولكن ما كانش عندي أي فكرة أني هلعب في مصر ولكن جت بالصدفة. على نرجع نتكلم كده ونشوف بدايات أليو ديانج ونروح لبدايتك مع كرة القدم ونرجع لمالي وتقول لي بدايتك لكرة القدم كانت عاملة إزاي؟ بدأتها في نفس النادي اللي انت بدأت فيه مسيرتك الكروية وتصعدت معاه ولعبت فريق أول ولا كانت بداية ديانج كانت بداية مختلفة وبدأ ينتقل من نادي إلى آخر لحد ما حقق حلمه وبدأ يلعب في الدوري المالي الممتاز لكرة القدم؟ طبعا كانت بداية معقدة أو صعبة شوية في الأول خصوصا أن أهلي كانوا مصرين أن أنهي دراستي بالأول وبعد ما حصلت على الدبلوم ودراستي انتقلت للعب للنادي جوليبا وطبعا في الوقت ده ابتدى أهلي يدعموني بشدة ويحبوا كرة القدم لحد دلوقتي لحد ما وصلت المكان اللي انا فيه دلوقتي. هل انت شايف ان اهلك كان عندهم حق في الاول لما قالوا لك تركز في الدراسه لحد ما تخلص دراستك علشان تكون متفرغ لكره القدم؟ وهل انت شايف ان الثقافه والتعليم مهمه جدا للاعب كره القدم علشان يعرف يتعامل سواء مع لعيبه او مدربين مش بس في بلده خارج بلده زي ما حصل معاك في الجزائر وزي ما يحصل معاك في مصر؟ أكيد هم كان عندهم حق تماما وهم كانوا على الحق في أني أكمل دراستي خصوصا فعلا لما انتقلت لأندية عديدة على صعيد الأوراق وكل ده أنا طبعا بقدر أتعامل حتى لو ما كنتش بتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة ولكني أنا بفهم الأوراق كويس وبعرف أنتقل وده حاجة مهمة جدا للاعب المحترف. انتقادك للنادي الأهلي أكيد عمل رد فعل كبير جدا في مالي ووسائل الإعلام ووسائل الصحافة أكيد
اتناولت الخبر بشكل اكيد فرحك واكيد فرح اهلك وكل محبينك في مالي، فعايزك تنقل الصوره الاعلاميه منذ انتقالك للنادي الاهلي، ازاي وسائل الاعلام كتبت ونشرت اليو ديانج انتقل للنادي الاهلي؟ يا با مال دي جورناليست كي مون كونتاكتي. بصراحه وسائل الاعلام في مالي وعدد لا باس منه تواصل معايا، ما توقفوش ابدا عن نشر الخبر في وسائل الاعلام وحتى على السوشيال ميديا، فهم دعموني ودي حاجه اسعدتني جدا. يمون بوكو كونتاكتي لي ميديا ماليين. هل كان في فارق في تناول الاعلام المالي خبر انتقالك للنادي الاهلي وحسيت بشعبيه النادي الاهلي عن وجودك قبل كده في نادي مولوديه الجزائر، ولا كان الوضع متساوي، ولا هل في فارق بسبب شعبيه النادي الاهلي الافريقيه؟ وي بيان سور كان جي بار ان الجيري جيتي كلكان. كان في فرق كبير لاني انا لما انتقلت للجزائر ما كانش في حد يعرفني، ولكن بعد انتقالي للنادي الاهلي كنت متشاف كويس وكنت بادي اداء كويس. اعتقد ان الجمهور كمان في النادي الاهلي لانه جمهور كبير قوي ساعدني ان ده يكون بشكل احسن، واحس ان في فرق كبير في الاعلام. هل يوجد في مالي شعبية للنادي الأهلي أو بعض المعلومات أو بعض المشجعين للنادي الأهلي في مالي؟ بيان سور يا دي فان دي بالطبع في جمهور كبير للنادي الاهلي في مالي موجود دايما، وحتى في جمهور لمنتخب مصر، وبعد خروج المنتخب المصري من كاس الامم الافريقيه توقفوا عن متابعه البطوله بالكامل، فبالطبع في جمهور كبير للنادي الاهلي. علي، سؤال مهم السؤال اللي جاي ده، وعايز اعرف منك اجابته عشان اكون اجابه مهمه وليها علاقة بمستقبل اليو دانج الكروي بشكل عام. هل اليو عايز يكون موجود في النادي الأهلي لفترة طويلة جدا علشان يبني تاريخ ويحصل بطولات ويكون أحد أهم لاعبي القارة الأفريقية، ولا اليو ديانج بيفكر في وجوده داخل النادي الأهلي أنه يكون محطة لوجوده في نادي أوروبي، في دوري إنجليزي، في دوري إيطالي، في دوري أسباني، في دوري فرنساوي؟ ازاي ديانج بيفكر في الموضوع ده وممكن يحسم القرار ازاي؟ tout d'abord je peux pas partir en Europe. بالطبع انا ما اقدرش يعني اطمح في الذهاب لاوروبا من غير ما احقق اسم هنا او اكون حققت بطولات كبيره، فانا اتمنى طبعا ان الاول تحقيق بطوله افريقيا، بطوله الدوري المصري والكاس، وبعد ده في اول موسم ليه اتمنى ان احقق كل ده، وبعد كده كله يعتمد على العروض. لو في عروض كويسه اكيد هيتم النظر ليها، ولو ما فيش هكون سعيد بتواجدي في النادي الاهلي. تعال نروح لمنتخب مالي، واتكلم معاك على منتخب مالي، وبالرغم من وجود عناصر طيبه ولعيبه على اعلى مستوى في المنتخب المالي، الا ان المنتخب بيفشل في الحصول على بطوله كاس الامم الافريقيه. افضل انجاز للمنتخب كان حصوله على المركز الثالث. تعليقك ايه؟ طبعا الشعب المالي بالكامل بيطمح وبينتظر الوقت يعني نتوج فيه ببطوله افريقيا. احنا بننتظر انه يحالفنا الحظ، عندنا عوامل كويسه، ولكن ليه لا لما اكون انا لاعب في المنتخب القومي اكون يعني لينا فرصه ان احنا نحقق اللقب، ودي حاجه بيتمناها الشعب المالي بالكامل في الوقت الحاضر. تقييمك لمنتخب مالي في بطوله افريقيا اللي كانت موجوده في مصر 2019، هل انت شايف البدايه كانت كويسه لكنهم فشلوا بعد كده في الوصول الى ابعد الادوار، وايه اللي منتخب مالي محتاجه علشان يقدر يتوج بلقب بطوله افريقيا؟ Bien sûr, tout d'abord quand tu vois notre sélection, c'est. طبعا لو نظرنا الى اختيارات الفريق هنلاقي ان كل الاعمار صغيره، مش هنقول ان احنا الأسوأ ولا هنقول الافضل، لان الافضل اخذ البطوله كان منتخب الجزائر، ولكن بقول ان احنا محتاجين ان احنا نشتغل على للاحسن، نشتغل على نشوف كويس، نقيم كويس لاعبتنا عشان نحقق الامل اللي بيتمناه كل الشعب المالي، تحقيق اول لقب افريقي.
عايز اتكلم معاك عن ذكرياتك في مولوديه الجزائر في الجزائر، وتقول لي اهم وابرز الذكريات اللي انت فاكرها ولا يمكن تنساها ابدا. دابور ساسي لي سيبورتير، دابور لي سيبورتير ديبي. لو اتكلم عن اهم واكثر حاجه اسعدتني في الجزائر هم كانوا المشجعين. من اول يوم وصلت فيه الجزائر لحد اخر يوم هم بيشجعوني بحب، ودي حاجه ما كنتش اتخيلها. فلو اختار حاجه كانت الافضل وافضل ذكرى ليا هم الجمهور الجزائري. لو سالتك عن الفارق في الحياه بشكل عام ما بين مالي والجزائر ومصر، ممكن تقول لي ايه؟ لو هسأل عن الفارق، مفيش فارق بين الجزائر ومصر خالص، خصوصا الجمهور، حفاوة الجمهور، ترحاب الجمهور. يمكن الفرق الوحيد هي اللغة، مفيش أكثر من كده. علاقتك بلاعبي مولودية الجزائر كانت علاقة عاملة إزاي؟ كانت بالنسبة لي عائلة، يعني أصدقاء وإخوات في وقت اللي قضيته كله في مولودية، فما فيش حاجة أقدر أقولها ما كانت موجودة غير المرح والسعادة. احنا عندنا لك مفاجأة صغيرة، يعني يا رب إن شاء الله إن هي تعجبك، وعايزك تعلق عليها بعد ما تشوفها. الجروبي اللي لامم لو كوتش صوفيا لي تو والله تسويت بون كوراج مون فخير، في الجروب تسويت بون كوراج. بون كوراج مون فخير. بون كوراج أيوة راس مونتيكو. أيوة. دي كانت المفاجأة اللي أنا قلت لك عليها. كنت تتوقع أن احنا نعمل لك مفاجأة كده من اللعيبة اللي انت قضيت معاها موسم، واللعيبة زي ما انت قلت كانت زي عيلتك وقضيت معاهم أوقات جيدة. هل مبسوط من المفاجأة دي؟ كنت متوقعها؟ لا ما توقعتش ده أبدا. طيب تحب تقول لهم إيه أليو ديانج بعد ما شفت رسالة طيبة ورسالة فيها حب من لعيبة مولودية الجزائر بعد ما انتقلت للنادي الأهلي؟ تحب تقول لهم ايه بعد ما هم قالوا لك كلام اعتقد ان هو كلام طيب جدا، وده بيدل على مدى العلاقه الطيبه والمحترمه ما بينك وما بينهم؟ طبعا بشكرهم جدا وبقول لهم انتوا كنتوا عيله ثانيه ليا، بشكركم على الدعم، وان انتوا يعني بتمنوا لي الحظ السعيد في فترتي الجايه، وبشكر قناه النادي الاهلي على الفيديو ده اللي خلاني سعيد جدا. انا سعيد فعلا. عايز اعرف رايك في تتويج المنتخب الجزائري بلقب بطوله افريقيا 2019. احب طبعا احييهم على الفوز ده، هم استحقوه، كان فريق كامل سواء على الصعيد الفني او على الجو العام داخل الفريق، واعتقد انه فوز انتظروه كتير، 29 عام يعني انتظروا الفوز ده، فانا شفت السعاده حتى في الجزائر على الجمهور اللي انتظروا الانتصار ده لوقت طويل. تعال نروح شويه للكره العالميه واسالك عن فريقك المفضل اوروبيا، بتشجع فريق مين؟ بتحب الدوري لايه؟ هو فريقي المفضل هو تشيلسي في انجلترا. بالانجلترا يعني لو ريال مدريد وبرشلونه ممكن تختار مين فيهم؟ ريال مدريد. طب عايز اعرف سر حبك للدوري الانجليزي وسر حبك لنادي تشيلسي، هل وجود لاعب انت كنت بتحبه بيلعب في تشيلسي هو ده اللي حببك في تشيلسي في الدوري الانجليزي، ولا انت بشكل عام بتحب الكره الانجليزيه وبتحب اداء نادي تشيلسي؟ وي دابور سي لا ليغ ان جينيرال كان تشوفا. طبعا هو السبب الرئيسي هو الدوري الانجليزي. لما بشاهد المباريات واشاهد لعب كره القدم هناك، هو بتلخص كل حاجه في كره القدم سواء على الصعيد الفني البدني، هي بتلخص كل حاجه في كره القدم. وطبعا لو بتكلم عن لاعب، هو بالنسبه لي هيكون فرانك لامبرت لاعب تشيلسي الانجليزي. جي كيفيترو سون فوتبول. طيب لو قلت لك مين مثلك الاعلى من لاعبي مالي في كرة القدم بشكل عام، تقول لي مين؟ ولو سألتك على مثلك الأعلى كنجم عالمي مش بس مالي، من خارج مالي ممكن يكون مين؟ ومالي دابور سيدو كيتا. في مالي هيكون النجم سيدو كيتا،
هو مثل اعلى ليا, ولو عالميا هيكون فرانك لامبرت. مصر كلها معالم سياحيه, واكيد انت عارف في الكلام ده من قبل حتى ما تكون موجود في مصر, لكن هل اليو ديانج انتهز بوجوده وفرصه انه لسه ما دخلش بشكل عام مع الفريق في التدريبات الجماعيه والمعسكرات والنظار بعض المعالم السياحيه, ولا لسه, ولا هتحط الخطه المستقبليه في زياره بعض المعالم زي الاهرامات, المتحف المصري, والاماكن ايضا اللي فيها شواطئ, الغردقه, شرم الشيخ؟ Non, j'ai pas visité d'abord les lieux touristiques, mais انا لسه ما زرتش اماكن سياحيه في مصر, ولكن من وقت طويل جدا وانا بسمع عن الاهرامات وعن المناطق الكبيره السياحيه في مصر, فاتمنى طبعا ان انا ابدا ازور المعالم دي. J'ai hâte de la visiter, bien sûr. في الختام عايزك توجه رساله لجمهور النادي الاهلي من اليو ديانج, اللاعب المنضم حديثا للنادي الاهلي, وهو احد ان شاء الله اهم الصفقات اللي هتكون موجوده في نص الملعب وفي الفريق بشكل عام. ميزامي ان شاء الله. طبعا انا شفت سعاده الناس في تواجدي بالنادي الاهلي, عشان كده انا طبعا هبذل اقصى ما عندي لاسعادهم, وهدي 100% من مجهودي لاسعاد الجمهور وتحقيق الالقاب. دونيري لي ميور دي موا ميم بور ان شاء الله. اليو, في النهايه بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده في قناه النادي الاهلي, بيتك هي والنادي طبعا. كنت مبسوط جدا ان انا عملت معاك الحوار, واتمنى ليك التوفيق سواء في النادي الاهلي او مع منتخب بلادك, واكيد كل الترحاب والترحيب اللي نرحبه لك في مصر نتمنى انك تترجمه في ارض الملعب الى بطولات وانجازات وجهد وعرق وكفاح مع الفريق الاول للنادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا. أنا أحب أشكر كل من ساعدني في التواجد في اللقاء ده, بشكر حضرتك شخصيا كابتن عمر, بشكر أستاذ كرم, وبشكر قناة النادي الأهلي اللي استضافتي في القناة, متشكر جدا. وصلنا مع حضراتكم لنهاية الحوار الممتع مع اليو ديانج, أحدث صفقات النادي الأهلي والمنضم حديثا لصفوف الفريق الأحمر. نتمنى له التوفيق دايما, وإن شاء الله يكون عند حسن ظن الجميع. سهرة خاصة استمتعنا بها حضراتكم, إن شاء الله تكون سهرة ممتعة. نشوفكم دايما على خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.